شعائرهم الدينية. اتفضلوا التصويت. تفضل يا فندم. 42 لصالح، 3 اعتراض، 2 امتناع. اعتمدت المادة. مادة 236 تكفر الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. تفضلوا التصويت. تفضلوا التصويت. ايه مالو حاج؟ هو فين حجاج؟ اهو اوعى تكون صوتت. لا تفضل يا فندم. ايش 41 اهو، 41 صوت اعتراض 4 وامتناع 2. اعتمدت الماده دلوقتي بس. تحيا مصر دوما يا حجاج. مادة 237 تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفق برنامج زمني محدد، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه. تصويت. تفضلوا. تفضل يا فندم. 40 ضد 7 وامتناع لا احد. اعتمدت الماده. ماده 238 تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومي على التعليم والتعليم العالي والصحه والبحث العلمي المقرره في هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016-2017، وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016-2017. تفضلوا. تفضل يا فندم. 42-2-2 اعتمدت المادة. مادة 239 يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور. تفضلوا. تفضل يا فندم. 45 صوت اعتراض 2 اعتمدت المادة. مادة 239 يصدر لا مادة دي خلصت. مادة 240 تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات
وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك. تفضلوا. اعتمدت ب46 صوت موافقة و2 اعتراض تعتمد المادة. مادة 241. يلتزم مجلس النواب في أول دورة انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية. تفضلوا. تصويت. تفضل يا فندم. 43. 2 امتناع 3 اعتراض. اعتمدت المادة. المادة 242. يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه ودون إخلال بأحكام المادة 180 من هذا الدستور. تفضلوا. تفضل يا فندم. 46-1-1. اعتمدت المادة 242. مادة 243. تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وذلك على النحو الذي يحدده القانون. تفضلوا. صوتهم. تفضل يا فندم. 33-13-2. ايه النسبة هنا؟ تضم هذه المادة الى المواد اللي هنبحثها الان في الجلسة المغلقة. مادة 244. مادة 244. تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي العلاقة. تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين في الخارج تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وذلك على النحو الذي يحدده القانون. تفضلوا. تصويت. نعم. معلش يا احمد شويه نضال اضافي. نضال اضافي. تفضل يا فندم. ايضا شرحه تدمر المواد اللي هنشوفها دلوقتي. حكايه ماده 245. ينقل العاملين بمجلس الشورى الموجودين بالخدمه في تاريخ العمل بالدستور الى مجلس النواب بذات درجاتهم واقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ. من فضلكم من فضلكم من فضلكم. ينقل العاملين بمجلس الشورى الموجودين بالخدمه في تاريخ العمل بالدستور الى مجلس النواب بذات درجاتهم واقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة. تفضلوا. التصويت.
تفضل يا فندم. 48 يا ريس، يا ريس من فضلك بس يا ريس، عشان انا قلت الكلام ده ساعة المناقشة، نؤكد على ان العمال الموظفين اللي هم منتدبين من شركات وجايين هنا غير معينين ولا تنطبق عليهم هذه الاحكام، دول في كفالتنا كمان احنا، ولازم نضمن ان هم ينتقلوا جميعا الى مجلس الشعب، مش لانهم غير معينين يضيع عليهم، دول غلابة ودول ما لهمش اي ذنب في تغيير النظام السياسي المصري، فياريت لازم يبقوا دول موجودين هم كمان ونلتزم بيهم كميعا. احنا اولا هذا التصفيق الذي صاحب اعتماد المادة تعبر عن شكر الجميع لكل ما قام به، ما قامت به الامانة العامة لمجلس الشورى واعضاؤها، عايز اذكر حضرتك وطلب ايضا يتقدم به الاخ محمود بدر الان، انا بقدمه للسيد الامين العام ليأخذ لمجلس السيد الأمين عام لمجلس الشورى راجيا أن يأخذه في اعتباره. أذكر حضرتك بما ذكرته في المضابط أن يتم الاحتفاظ بهذا المجلس ولا يعطى لأي جهة حكومية أو تنفيذية أو أي مؤسسة أخرى باعتباره أحد المباني التاريخية. هذا أيضا تعبير رسمي من لجنة الخمسين أمام الرأي العام المصري فيما يتعلق بهذه النقطة. طبعا دكتور سيد البدوي منتظر أنه مجلس الشيوخ بيكون في ظرف سنة ولا حاجة في المادة 245 عملنا فيها إيه؟ تمام. مادة 246 يلغى الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليو سنة 2013 والإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013 وأي نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار. تفضلوا صوتهم. تفضل يا فندم. 47 بلا معارضة وامتناع اعتمدت هذه المادة. المادة الأخيرة مادة 247 يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه. تفضلوا صوتهم. تفضل يا فندم. 48 بلا معارضة أو امتناع. الآن السيدات والسادة أعضاء لجنة الخمسين، انتهينا من مشروع الدستور كاملا إلا من مواد أربعة، وهناك مادة أخرى اقترحها قدم صورتها أو نسختها إلي صياغتها إلي الأستاذ ضياء رشوان وأضمها إلى المواد الأربعة، والآن الساعة الخامسة والنصف تجتمع اللجنة في غرفة في اجتماعا مغلقا في قاعة لجنة الصياغة لنظر المواد الخمسة، وحنعطي للسادة والسيدات الأعضاء فترة كافية للراحة نصف ساعة، الساعة السادسة نجتمع في قاعة لجنة الصياغة. شكرا.